السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج جميل بيقدر يحفظ الويندوز بتاعك أو نظام التشغيل بتاعك بحيث لو حصل حاجة لا قدر الله تقدر ترجع لها تاني، بحيث لو أنت داخل على موقع وفي فيروسات يقدر إن هو يحفظه لك. فسهل جدا في الاستخدام بتاعه، ممكن مثلا تحدد له إن أنت عايز تحفظ USB مثلا بنفس الفكرة، يقدر يحفظه لك بحيث في أي لحظة تقدر إن أنت ترجع كل حاجة زي ما كانت. فتقدر تعمل باك اب للويندوز عندك للجهاز عندك بحيث لو حصل اي حاجه اي بارتيشن تقدر ان انت تحفظه على جنب، تجمد جزء منه بحيث في اي لحظه يرجع زي ما كان. فتقدر لو انت عندك مثلا حد عايز يضرب على حاجه، ساب للناس اطفال على الجهاز وخاف انهم يبوظوه، استخدم البرنامج دوت ياخد لك نسخه في اي لحظه ترجع للوضع العادي بتاعك.